انا مش عارف الست دي موضوعها مكلكع كده ليه. والله ما انا عارف، رغم غباوتها انا عندي احساس انها لازم تكون مظلومه، مش عارف ليه. انتوا دورتوا في حاجه الراجل ده اللي اسمه عم صالح؟ انا ادور ليه؟ ابنه اللي بيدور، انا مالك يا بني ادم؟ انت مش قلت ان ابنه ممكن يساعدك؟ وافرض خلاص، خد ابني وروحوا عند الراجل ده ودوروا في هدومه، محفظته، ورقه. هي دي كل الحاجات بتاع المرحوم؟ ايوه يا فندم. دول كل المسجونات اللي اسمهم ليلى، بس في ملحوظه صغيره يا باشا، عطيه معاني وما اسمهاش ليلى. ليه هاد الذكاء ده يالا؟ ايوه كده، ساعدني لك مصيبه تشيلك. امشي يالا. الصف الاولاني ده يرجع ورا والتاني قدام. يلا نفذها يا بيت، نفذها بقى قدامك. ايوه قدام، بسرعه بسرعه يا اخي. انت انا تعال انصرف. شرف شرف شرف، في حاجه يا باشا؟ مالك يا شعبان؟ ده انا بقول لك الكلمه مرتين وثلاثه وانت مش معايا خالص. مالك النهارده فيك ايه؟ جرى يا جيجي؟ ما احنا الاثنين قاعدين مع بعض اهو، وانا قدامك زي الفل. لازم تعرف طبعي من الاول. انا احب اعيش في سعاده وفرفشه، مفيش مانع يجي لنا شويه هموم في النص نخلص منها اوام اوام ونعيش حياتنا سعدة. قول لي فيك ايه؟ حاضر يا حبيبتي، هقول لك. ويعلم ربنا ان انا ما كنتش عايز اتكلم معاكي عشان ما اضايقكيش، لكن ما باليد حيله. الحسبه اللي انا كنت حاسبها في دماغي برمت مني على الاخر، والقرشين اللي كنت محوشهم بعطروا يمين وشمال ما بين شويه ديون كانوا عليا، والحمد لله سددتهم، ما بين بعض اصحابي اللي كانوا عشمالين فيا واستلفوا مني فلوس، ويا عالم بقى هيردوها ولا لا. ده غير شوية خسائر هنا شوية خسائر هناك، وفجأة لقيت الدنيا كلها اتدربكت تحت مني، وما بقتش فاهم حاجة خالص. ياه، كل ده يا حبيبي جواك مخبي عليا. ايوه حبيبتي، حط نفسك مكاني. مش سهل عليا طبعا ان وانا ببتدي حياتي معاكي أمدلك إيدي وأقولك اديني، أنا محتاج، مع العلم إن المفروض إن أنا أعيشك برنسيسة، مش محتاجة أي حاجة خالص. ينفع ده؟ طبعا ينفع. أيوة إحنا مفيش بينا فرق. أيوة حبيبتي، بس أنا كرامتي ما تسمحليش. هو في بينا فرق؟ قولي أنت محتاج كام حبيبتي. ده مبلغ كبير قوي. ولا يهمك اللي أنت عايزه، فرفش بقى. حاضر يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. يا سمير، ما قلتليش ايه رايك في البروكه دي؟ حلوه. فكره يا سمير، مالك؟ انا عايز حق في عمليه قطاطع نادية المليم ومات الكلام. فكره يا صالح، ما تفتح. اهلا يا عم صالح. أنا هقول لك يا باشا على كل حاجة، بس اضمن لي سلامة بنتي. أوعدك إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه. سمير يا باشا. مين سمير ده؟
هو اللي فتح لي عيني على شعبان وخيانته ليا وخطف بنتي من حضني ورميتي هنا في السجن. سمير هو اللي هيدلك على شعبان يا باشا. معلش يا باشا انا اسف، انا شفت حاجه انا مصدقها لانه باين في عينيا جدا الصدق، وده نقدر نوصله ازاي؟ ممكن تسكت انت شويه ليلى؟ سمير ده نقدر نوصله ازاي؟ هو جاي لي بكره على الزياره. شكرا يا ليلى، اتفضل انت روح على الزنزانه بتاعتك يا بكير. ايوه يا باشا. وصلها. انت اكتب لي طلب استئناف وانا همضي لك عليه على طول، تقدمه للمحكمه. سمحت يا عباس باشا، انا كنت عامل كده من نفسي لان انا كمحامي مجتهد تفاصيل متعشقه في بعض، وانا كان ليا عتاب بسيط عند سعادتك. اتفضل. حضرتك كلمتني بشكل غير لائق قدام السجينه، لكن انا مش زعلان. صدق ان انا عايزك تزعل، لان لو صوتك عالي شويه احبسك. اطلع بره هلا، انا كل اللي يهمنا قضيه قطعتها. حاضر حاضر. يلا. حاضر حاضر يا سلطان المساجين، يا سلطان المساجين. مجنون ده ولا ايه؟ ازيك يا بكير؟ اتفضل يا ست لميس هانم، والله ده السجن كلها تنور وربنا. ازيك يا جدو؟ يا ابويا يا حبيبتي وحشتيني. عامل ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. حد بيزعلك؟ لا. خدامه زعلتك؟ لا. عباس زعلك؟ لا. بكير بيزعلك؟ لا. الطباخ بيزعلك؟ لا. الخدامه زعلتك؟ لا. حد زعلك؟ لا. طب ازعلك انا؟ بس يا عميل بتضحك على ايه؟ انا طب بصي جبت لك ايه حبيبتي؟ حبيبتي اهي. ادي شوكولاته؟ شوكولاته؟ فيها زبيب؟ لا مكسرات. مكسرات؟ ايه المكسرات دي؟ حلوه. ما تتكسرش يعني شوكولاته؟ انت بتحبيها؟ انا بحبها دي. طيب اسيبكم انا بقى للمشاعر الجميله دي واعمل تفتيش على السجن. قطاطا يا جماعه، الحاجات اللي على المكتب دي محدش يمد ايده عليه، ده حاجات مهمة. تسرقي حاجة تلعبي في حاجة أنا بقول لك. جدو بيهيف. أيوة جدو بيهيف. جدو بيهيف عقلي يسكن بيهيف. اضرب يا باشا. أمال ده هو اللي بيسرق كل حاجة يا عباس؟ يلا بكير. ومصعب ومصعب. عباس. عباس بيهيف. مشي 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 مشي. عباس بيهيف. مشي. مشي. عامل إيه؟ الحمد لله. ويسر؟ أسيب البيت الدبوسة. وأنت كمان يا عضادة قوي. طب انت عايز بقى نقعد هناك؟ هناك يلا. عشان عايز انزل احكي لك الحدوته. يلا يلا. استني. تعالي. ما تتاكليني شوكولاته؟ اه يلا. استني بقى. براحة براحة يلا. نجمة. يلا. انت فين؟ انا هنا انا هنا يلا. يا قطاطة حرام عليكي بقى. نجمة. يلا يلا. اخش كده؟ ايوه عشان تاكلي الشوكولاته. نجمة. اي 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 بس. يلا تعالي. يلا بقى عشان تقولي لي. مالك معاهم؟ تحكي لي ايه اللي حصل؟ اي براحة براحة. انزل يا عم معاهم. براحة. حبيبتي يا قطاطة وحشتيني. انت كمان وحشتيني. يلا بقى احكي لي ايه اللي حصل؟ حصل في ايه؟ اللي حصل في الليمبي. الليمبي؟ يا حبيبي. اهو. جاي لك اهو. جاي هو معاه شوكولاتة. على مالك انزل 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 ما تخافش انزل 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 ايوه. بس سيب نفسك. سيب نفسك سيب نفسك. ما انا مش عارف امسك نفسي. سيبني انت. اه انا سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي انا هنا اهو يا عم هريس. اعرف فين؟ من مين صاحبك؟ اصل انا اديني كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر. تجبده ايه؟ نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقت اسمك ايه والكوارع اللي منزقها ايدك دي؟ اهدي منها شويه. اه ايه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام. هيرجعني الذكريات الجميله انا وصلاح. انت صلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟
اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب والسبعه التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا، فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه. كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي. يا عم شجرة ايه ده؟ بقى عرش موجود عندك، عرش اهو. قبل العرش ده أيوة. كان فيه شجرة وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. ذكر بط وذكر بط؟ ماشي ماشي ماشي، خرف يا عم يا ريس. ايوه وبعدين؟ كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ أوه. ايوه. هي تحدفني بنبوت أيوة. وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيط من الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه. لمبي لفني. الفك فين في السجارة؟ لفني ناحية العرش. يا مملوك هضبة! يا رجال المملوك هضبة! هريسة أبو الليف في النزع الأخير، والليمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. ده يا رجالة احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ أنا عندي فكرة مهندمية. قول. أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبة السيد غضبة ونفادي هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين؟ الراجل بيقول لك بيموت بيموت، هنهدي فيه اكتر من كده يا بخت. الله! وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد فاضل؟ الله يخرب بيتك، اهدى يا مسروق. انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضه مكان الكنز للليمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب الليمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجالة. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسة نتسلط عليه وهو بيقول سر الكنز للليمبي جوز السلطان. هيا ليمبي جوز السلطان. هيا ليمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي ليمبي. ايوه. قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم. قرب كمان يا بخيل. انت 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 عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي كنت فين وما تظنيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني. اديني ودني. اه ودني. علامة مكان الكنز. كنز؟ اه. انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعال بقى نقول لك ده كربط فين هنا؟ فين
الامير تربان. الامير تربان مات. واين الاميره شجره الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت اخرى، قعدوا يضربوها بالبابائيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. واين الامير عمر الدين خشاف؟ كل سنه وانت طيب بقى، اتلهف على المائده مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض ايه؟ انت تقدر تبولا؟ اذا اردتم ان تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحه والامان. تدفعون الفديه ذهبا. مفتاح كنز عيسى معلم. اما اذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح اطفالكم. اتدعوهم شالنبي دول كذابين كذابين. اي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها، ما بيعملوش اي مصلحه للشعب. طبعا خرفان بتاكل اي حاجه قدامها، خضره ناشف يابس اي حاجه بتاكلها خرفان. ما ما هذه رساله التتار اريد ردكم. ده ابنك ده ولا ايه؟ ابنك ولف ولا ايه ده؟ ده ايه دي؟ خد الرساله اهو، احنا موافقين. لا استنى بس يا عم، انت استنى يا عم يا حماسه صور وخلاص. الله انت بتبوظ البيعه دي، ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف ومديك الحاجات بتاعتك. بقول لك الشعر هياكل وهيشرب وهيتهنى، هيبيع بقى انت مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص، احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. يا ايه الكلام اللي بتقوله ده يا نمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفاه من الجيل هيتباع لك اي خروف من الوافين دول، والناس تاكل بقى وتزعطط بقى كل سنه انت طيب بقى. ما ينفعش يا نمبي، لازم نحاربهم، نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص عندك على حاجه، انت اتصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك عشان خاطر عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا. يلا. اوف باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوته. ايه زنوته دي؟ بص يا زنوته يا حبيبتي، دلوقتي لما هنجي يخطفوكي انت تعتني العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شويه في الله. العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدارس ثانيه يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن هم. ها هو لمبي هو لمبي. ما تسيبنيش يا لمبي ما تسيبنيش. تعالى يا بنت اول تعملي وانت بتحكمش تعملي كده. انا بحبك انا بحبك يا نمبي والله. بص هحطك ده فوقك. لا ما خلي بالك من نفسك. يا رب يا رب ما الاقي نفسي عند الفراعنه يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعده بتشايش. امورنا خواجه. هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحضرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه؟ اسكندريه يا مرايا. اسكندريه يعني بيني وبين السيده زينب ساعه ونص بالديجو سبع راكب، واخد الكنز واطلع بيها. ايه اللي ارسم انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف في البحر امبارح. انا برضه بقول الحضرين تقال. جمبري يا
اهلا يا ست دايه. يا اهلا يا ست فتيسي. يا ابو شداي فين النسوين اللي وعدتنا بيهم دلوقتي؟ يلو جندري 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 جندري. ايوه يا اخويا احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر دلوقتي. يلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يومين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايه صحيح جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا ماشي من اليمه دي؟ الله امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا برد الحكومه. لا يا عم الحاج خفيف، انت مش قلت الحكومه ده بحر. ايوه بردك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه اعملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ما فيش حد مالي عينه ولا ده انا اللي عامل فيها فرنطه قوي. ماشي يا ولا ما تلم نفسك بدل ما تزفرها عامله بدمك. الله بتعمل انت اللي انت مقاور فيهم يعني؟ يا ابني ايه يا ابني ايه يا ده يا ده يا انت متعصى يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ابني. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على اقولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. مينا مينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. مينا عجال اوعى نزل ايدك. مشكرين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى استنى، انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يسحلب ويتحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا. بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيعوم علينا يا رجاله. هو اللي مشتمك يا معلم الصبح. انت تستني هذا نبو المصحف يا معلم سنارة. انا ما شتمتش حد. هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف. انا لسه ايدي زينب والله. الولد ده شكله نقطة، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم. بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا اخويا. والله العظيم انا بريء والله العظيم. ثلاثة بس بس يا رجالة، انا عرفت الولد مين. الحمد لله اهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب ابو عسلية اول امبارح. الله يخرب بيت امي اللي جابك ورا ظهري. يبقى لو ادوك اكل يا عم. انت ما تتكلمش خالص. انت نزل ايدك يا ولد. اخ عيب بقى ايدك بقى. الله يلا بينا على الكراكون يا رجالة. والله ما عايز ابن انت. يلا يا حسن. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم المصحف انت اللي بتعمله يا عم. وده يا عم انا مش هنا من المصحف، انا مش هنا زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركب ابو عسليه. اسميه مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي، الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول ما تقول حاجه للنبى. الولد ده على حق. اهو النبي على حق. سيبني بقى، اصل اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابر ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا اخي. الولد على حق. على حق بقى. يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه. دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا اخدته.
ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما خدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام أعصابك يا فندم أعصابك. خلاص يا غريب بنظام احكولي ايه اللي حصل؟ الولد ده ولا 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 انت ما تغلسش، امنع الكلام وقال قسما بالله اهو. ها حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكولي الولد هو ولا حاجه مركبه بعسليه. يا عم ارحم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيد الزنب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش بنبي والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف، والله انا ما استلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو الدم؟ يلا برا باخد. اقف مكانك، اثبت جوه كما كنت. كما كنت لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل. لا 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 اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير؟ لا نعم. ايه ده؟ ولا 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 قوم قوم اقعد. لا نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى، ده في سفنك كتير، في سفنك احلى. صوت الباشا انا مش من هنا، انا اصلا من سيدة زينب وراجل بعمل طعميه وعدا بابا الله بقى الناس. انت مش واخد بال حضرتك انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونازل من عند التور. استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه، وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. ترى يا عمنا ما قلتلناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ اشرب ميه طازي ما عندوش حاجة. اشتغل عليك يا دوب الواجب ابو الشنبات. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا، بس انت عارف ان الحال ضيق، بس انا هتصرف. ولا يهمك، قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في اي حاجه. براوة عليك يا واد حليمه، خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك ايه يا حليمه، هو خارج امتى؟ في ديلي على طول. الله، امال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك ايه، ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوه يا عم عبده؟ من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك ايه يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يا دوب الواجب ابو بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطل لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يا دوب ابو بديعه، يا دوب رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحية وجريت
والعموم داخلين ولا عند الباب وقلنا الكلب ده وجنن. فخرجت الناحيه الثانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجره الرز اللي هي بيقولوا عليها شجره الدر، بس هي كانت مستنقره ظهر في الشخصيه هناك عندهم في البلد من كده. فبس عرفت وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا، رحت داخل على منعصة شواك على هناك عندهم فقلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعلنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى؟ انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا مبهر. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على ان انا ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثة انا ما اسمع الكلمة دي الا من سعادتك بقى. ايه الرأي بقى؟ عليا الطلاق بنت ثلاثة. ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي. امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ربنا يكرمك يا حمادي علولي. ادعيلي. ربنا ياخدك.